اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة لا فراخ ولا لحمة ولا سمك، يعني أنا جاي مش المطبخ بخيل ولا إن إحنا مش عايزين نصرف، بالعكس أنا عايز أقدم فكرة طهوية وإزاي ثقافة المطبخ تمشي من غير الفراخ واللحمة والسمك ونعمل أكل صحي. معانا النهاردة شوية كسكسي بالخضار، معانا القرع العسلي واحنا ماشيين على الطريق الصحراوي بشوف القرع العسلي اشكاله والوان الكبير والصغير، الوانه الجميله اللي بتفتح النفس اللون البرتقاني، فانا عايز النهارده نشوف ثقافه المطبخ مع ان القرع العسلي يخش مع الخضار زي البتنجان، بطاطس، كوسه، جزر، الروزماري، الزعتر، ونعمل طبق كسكسي بالخضار والقرع العسلي. هيبقى فيه بروتين حيواني، هيجي منين يا عم الشيف؟ من السمنه البلدي اللي هعمل بيها الكسكسي. شفتوا بقى ازاي؟ يعني هناكل فراخ ولحمه بطريقه غير مباشره ونحصل على البروتين الحيواني اللي موجود في الكسكسي بالسمنه البلدي. نيجي النهارده المانجا، جاي الموسم بتاعها وبشايرها جميله بصراحه، شفتها ماليه السوق وعند اخواننا بتوع الخضار. المانجا اشكال والوان، فخلونا نعملها ايس كريم، نعملها سموزي، نعملها مخلل، ندخلها ببعض الاكلات، نعملها مع الدجاج. تعالوا شوفوا المانجا النهارده هنعملها ايس كريم ازاي، واعلمك تعملي كل الفواكه ايس كريم وانت قاعده في البيت زي ما عملنا قبل كده البطيخ وعملنا الكيوي وعملنا الموز. معانا النهارده فواكه مشكله من خير ارضنا، البرقوق ابو شكل حلو، الموز، التفاح، الفواكه اللي موجوده عندك والاولاد مش عايزين ياكلوها. هتعيدي هيكلتها وتعمليها النهارده طرت. طرت ده بطعم الليمون والفواكه المشكله، اكيد هيكون طعمه مميز وله شكل وطعم جديد مختلف. مش عايز اطول حضراتكم في المقدمه لان انا عندي شغل كتير للامانه، وبالذات النهارده الحلقه فيها شغل جامد جدا من غير لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن خلونا نعمل مع بعض النهارده المطبخ بتاعنا بثقافه غذائيه ويكون كمان قيمته الغذائيه عاليه جدا. هستأذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي مطبخك يبقى من غير لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن عندك القيمه الغذائيه بيرضي كل افراد الاسره اللي حابب ياكل من الطبق اللي احنا هنعمله دلوقتي من تشكيله الخضار الجميله الحلوه اللي بتفتح النفس. بطاطس، معانا جزر، معانا كوسه، معانا بتنجان، قرع عسلي، كسكسي، دي مقادير الطبق بتاعتي اللي انا هعمله دلوقتي، وشويه حب اللي هي الخبره الطهويه. المقادير على الشاشه تصورها بالتليفون او تكتبيها ورايا. كسكسي من ست طيبه بتبيعه في بعض الاماكن موجود معانا اهوت زي الفل، او بتجيب الاكياس الجاهزه او انك تعمليه في البيت. عمايله في البيت سهلة جدا، دقيق وسمنة، دقيق وسمنة، وتقدر انك انت تعمليه تفركيه على ايدك، علشان كده سموه المبروم او المفتول، دي المسميات بتاعته في بعض المحافظات وبعض الدول. المبروم او المفتول في بلاد الشام اللي هو الكسكسي، في منه جاهز وفي منه طبعا اللي بيتعمل جاهز زي كده الست الطيبة بتعمله، بيتباع جاهز مع الجبنة القريش ومع البيض والحاجات البلد اللطيفة. ومعانا تشكيلة من الخضار، بتنجان، كوسة، بطاطس، قرع عسلي ده البطل في الموضوع، معانا لومي، معانا الزعفران الجميل، معانا شويه زعتر، شويه روزماري، بصلتين حلوين، فصين توم حلوين، معلقه فلفله حلوه. تعالوا نشوف نعمل طبق حلو ازاي يفتح النفس ويفتح الشهيه وشكله حلو على السفره بتاعتنا. حلو الكلام؟ طيب، طاسه على النار شديده الحراره، وبصلايه حلوه كده عشان شخصيه البصل تبان في قلب الطبق الكسكسي. ناخد البصلايه الحلوه دي بنحطها في الطاسه. شوف التركايه هنا بقى، مش هحط لا سمنه ولا اي حاجه خالص، انا عايز ادي لشويه الخضار طعم حلو قوي. البصلايه كده بتتشوي، ركزي في الموضوع علشان الموضوع فيه خبره طهويه النهارده. البصلايه هنا يا عم الشيف بتتشوي، انا عايز شويه مرق لهم طعم مميز. لما احط البصل من غير لا سمنه ولا زيت ولا زبده، طعم المشوي للبصل حكايه في المرق. واسيبهم على النار كده مع تقليبه من غير لا سمنه ولا زيت ولا زبده. لما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع مش من فراغ، خبره السنين. البصل لونها بيتغير، من غير اي لا سمنه ولا زيت ولا زبده. شويه المرق دول هيبقى لهم طعم تاني خالص، واحنا مع بعض بنقلب.
بس لازم تكون الطاسه شديده الحراره عشان البصل ما يتسلقش معايا. عايز اخد طعم المشوي. وانا شغال كده. هغطي الحله كمان من غير ما احط لا سمنه ولا زبده ولا زيت. شفت بقى الخبره الطهويه؟ زي الفل. اخد شويه روزماري حلوين كده معايا. معايا زعتر حلو لطيف. لازم نهتم بشويه المرق، ولا لازم اسلق كوارع، ولازم اجيب لحمه ضاني علشان اخد شوربه للكسكسي، ولازم اجيب لحمه كندوز خالص، الطعم بين ايدك يا ست الكل. من غير مكسبات طعم ولا اي حاجه خالص. البصلايه اخبارها ايه؟ زي الفل. نشيل الغطا ده كده ونقلب. شفت البصله؟ الله. فكت من بعضها ازاي وادتني طعم المشوي وانا شغال. بصل احمر بالذات. الله على الريحه الحلوه. ما اعمل ايه بقى وانا شغال زي ما انا كده؟ خدت لون، خدت طعم. حط معلقه سمنه بلدي حلوه كده من ايدك الحلوه. زي الفل. ونقلب. دي حكايه بقى هنا. الله على الريحه. هو ده، دي الخبره. شفت ازاي؟ هو ده، ده البصل اللي هيخلي للشوربه شخصيه. حلو. وهم بيتحمروا كده في السمنه البلدي ننزل بالفليفر بتاعنا من الروزماري والزعتر. انا يا اخوانا بحمر بصله، يعني اعتقد انت هتقولي دلوقتي طول عمرنا بنحمر بصل، بس بالطريقه دي ما حمرتش بصل قبل كده. شوف البصل هنا هيبقى طعمه ايه، شوف المرق اللي هيبقى هنا من غير لا فراخ ولا لحمه هيبقى طعمه ايه، وقولي لي بعد كده رايك على السوشيال ميديا من خلال تواصلك معانا على صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى، وقولي لنا طعم الاكل هيبقى عامل ايه، وقولي رايك بصراحه. وبصراحه انا مبسوط من الكومنتات ومن التعليقات اللي بنشوفها من حضراتكم على الصفحه، حاجه جميله. وانا بشكر حضراتكم. تسلم ايدك يا شيف مصر، تسلم ايدك يا شيف العالم، تسلم ايدك يا جميل، تسلم ايدك يا مغازي. كل ده انا بيديني طاقه، بيديني طاقة إيجابية علشان أقدم لكم دايما الجديد وأشتغل معاكم بحب. كلمة طيبة بتخلينا يعني نفوت في الزلط زي ما بيقولوا يعني. شفت البصل مع الزعتر مع الروزماري؟ حلو قوي. ننزل بالبطاطس بتاعتنا الجميلة. نبدأ بقى نغذيها خضار. بطاطس اهيت. لا فراخ، عنوان الحلقة لا فراخ ولا لحمة ولا سمك. وهعمل لك مطبخ حكايه. معايا بتنجان. بتنجان ده هناخده كده سريعا. ناخد كل بتنجانيه من دول نقطعها نصين. لازم شخصيته تبقى باينه اهو، الاسود والابيض زي ما هو كده. وعندنا كمان الابيض ده اهو. في الكسكسي دايما يبقى الخضار كبير، بيتقطع باحجام كبيره بشكل طولي او مكعبات كبيره. عشان شخصيته تبان مع اللحمه او مع الفراخ، اذا انت هتعمليه مع فراخ او لحمه. ده البتنجان. معانا كوسه. حلو. اي خضار انت حباه. الكوسه اللطيفه دي كده اهي. حلو. معانا جزر. تخيلي بقى قدامك طبق كسكسي فيه كل الالوان دي. حابه اي نوع خضار من الخضار ده هتاكليه، وفي نفس الوقت حاجه جديده لاولادك. كمان طريقه التقديم هتشوفيها دلوقتي ان شاء الله مختلفه. ده الجزر. شفت الشكل الحلو ده مخرج ده؟ نقلب الخضار ده كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا اسست، واللي بيأسس بيرتاح. اللي بيأسس ايه يا شباب؟ بيرتاح. بصلايه حمرتها من غير لا زيت ولا سمنه، خدت لون، نزلت بمعلقه سمنه بلدي حمرتها، خدت الزعتر والروزماري والمرق جاهز زي الفل. عنوان الحلقه بتاعتي لا فراخ ولا لحمه ولا سمك.
القرع العسل الجميل الحلو اللي العالم بيحسدنا عليه في أرضنا الطيبة مصر. للأمانة والله وأنا مسافر على طريق الفيوم وطريق المنوفية وطريق كل محافظات مصر بتلاقوا القرع العسل على الشمال وعلى اليمين، مش لاقي اللي ياخده أهو. الأجانب بيجوا ياخدوه ويصدروه بره، ده القرع العسل بتاعنا. تقدري تخزنيه، تستخدميه، تعمليه آيس كريم إن شاء الله الأسبوع الجاي، عشان إحنا خلاص المنيو بتاعنا هنعمل آيس كريم القرع العسلي. وحقوق الطبع لدينا وبس، زيه زي المانجا. آيس كريم القرع العسلي، دورت في كتب مش هتلاقيه، دورت في كراريس مش هتلاقيه، مستر جوجل مش هتلاقيه. آيس كريم القرع العسلي، هي جت لي الفكرة دلوقتي، معرفش جت إزاي صراحة. ده الخضار بتاعنا، ننزل عليه بالسائل المية. دي مش شوربة، دي مية عادية خالص. الطعم هنا في قلب الطاسة. يلا مع السلامة. بس خلاص نسيب الخضار ده يستوي واحنا شغالين مع بعض. بهاراتك عينية، أولها اللومي، الليمون الجاف بتاع الكبسة أو البرياني أو المندي. حلو. فص توم ني، شفتوا المدرسة المغازية؟ التوم ما تحمرش هنا، لأن لو التوم اتحمر هيغير طعم الخضار. مش هعرف الكوسة من الجزر من البطاطس من البتنجان من القرع، فأنا حاطط التومة نية، هي دي أهي في قلب الخضار. حلو قوي. تمام، معلقة فلفلة حلوة. حلو، ونقلب كل الخضار ده يا عم الشيف، ونغطي الحلة تسيبها مع نفسها لغاية لما نشوف أخبار الكسكسي بتاعنا اللي هنا هنعمل فيه إيه. الله، أنا عارف الصورة دي بيحبها المخرج الجميل. أنا أهم حاجة عندي المرقة والشوربة اللي أنا عملتها في البداية خالص، اللي هي إن أنا شويت البصلة في الطاسة قبل ما أنزل بالسمنة البلدي، فعلت من الإيه؟ من طعم المرق والشوربة. زي الفل. نقف محطة هنا. تقدري تعملي طاجن خضار بالشكل ده كده، لو شوية لسان عصفور في قلبيها، طاجن خضار بلسان العصفور. تقدري تعملي طاجن خضار بس كده باللحمة، تجيبي لحمة مستوية تحطيها أو فراخ مستوية وطاجن خضار باللحمة وهكذا. دي محطة. نغطي الحلقة دي ولا نسيبها؟ مخرجنا عايزها زي ما هي كده، هنخليها زي ما هي، مفيش أي مشكلة، بس نخليها على النار شديدة. نشوف الكسكس هنشتغل فيه إزاي. طاسة على النار، برضه هنا جنبيها هي زي الفل. نعلي النار كده ونحط في الطاسة دي يا عم الشيف في ليفر حلو عشان نعمل شوية كسكسي حلوين. زي الفل. تمام، وطي كده. تمام، الطاسة بتاعتنا دي كمان نحط هنا شوية سمنة بلدي. كسكس، الكسكس ده كمان لازم نظبط له الطعم، خلي بالك. عندي مرق وعندي ايه؟ سمنة بلدي. باخد السمنة دي كده بحطها بسيحها، وهي بتسيح بحط عليها شوية بهارات من الحبهان من البابريكا على السمنة. شفت الجو ده كده؟ بألف الطعم. شوية فلفل اسود، حط هنا الأول كده شوية فلفل اسود حلوين، هنا كمان شوية فلفل اسود حلوين على السمنة. هنحط يا عم الشيف كمان شوية كمون على السمنة. عندنا زبدة اهي، بنحطها برضو كده مع السمنة البلدي. الله، خلي هنعمل شوية كسكسي حكاية، تقدري تاكلهم من غير خضار زي الفل. وعندنا الكسرولة بتاعتنا، شيل ده من هنا. اللهم صل على النبي. ونجيب دي كده نحطها ونشوف هنعمل الكسكسي ازاي. اللي عايز يتعلم الكسكسي يعمله حلو او حادق، ناخد كده. اللهم صل على النبي. اهو شفت الجو ده كده اهو، زي الفل. اخبار السمنه ايه؟ هو ده. ده مهم جدا اللي انا بعمله ده، مهم جدا. اللي في قلب الطاسه. وجبنا الخلاصه. سمنه، زبده، عليها توابل وعليها بهارات، شويه الملح،
اه حلو الكلام؟ اه وندوبهم كده زي الفل. اه وكمان معلقة صغيرة بطرف المعلقة كده زعفرانة. يلا شفت الجو ده كده؟ اه ده على فين يا عم الشيف؟ يلا بينا شوف الحلاوة هنا، شوف الشياكة هنا، الله عليك مخرجنا مبدع مبدع مبدع. اه الكسكس اه زي الفل يا عم الشيف. نقلب كده هو ده لغاية لما الكسكسي يشرب السمنة مع البهارات عند شوربة على النار بتغلي. الشوربة اللي أنا عامل بيها الإيه؟ الخضار. شوية كسكسي حكاية. خدوا الطعم بتاع السمنة بتاع الزبدة بتاع البهارات اللون الحلو عينية أهو عندي شوربة على النار باخد منها شوية واخدة طعم الخضار اهي بينزل بقى هنا كده. الله كمان تشريبة اه الله اه ونكمر الكسرولة دي او البايركس ده كده كمان. يلا بينا اه زي الفل. والخضار عندنا جاهز بيستوي على النار. الكسكسي هنا جاهز شفت الحلاوة بتاعته اهو. شرب شوية الخضار الحلوين شوية الشوربة بتاعت الخضار ونقلب كده. سيبوني بقى ايه مع الطعم بتاع الكسكسي ده كده التوابل اللي انا عملتها وألفتها بالسمنة البلدي والزبدة والخضار بيستوي على النار. عملت انا طاجن الكسكسي بالخضار والقرع العسلي لا فراخ ولا لحمة ولا سمك. ده عنوان الحلقة بتاعتي ولكن مطبخي فيه كل العناصر الغذائية من البروتين للنشويات للكربوهيدرات وكمان ايس كريم مانجا. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عندي في الدرج بتاع التلاجة تشكيلة من الفواكه بقى هي بقى لها اسبوع بقى لها 3 ايام بقى لها 4 ايام في الاختيار ليك. يا اما تعملها فروت سلطة هتلاقي لونها مختلف هتقولي مش حلوة تقدر انك انت تعمليها. عملتها قبل كده لسان العصفور مع الفروت سلطة طبخناها زي الريزوتو كانت طعمها جميل وزي الفل وخدت جبنة موزاريلا. دي فكرة جاية على بالي النهاردة اعمل طارت الفواكه المشكلة بطعم البرتقال بطعم الفانيليا الاختيار ليكي. تعالوا شوفوا مقاديره على الشاشة. معانا تفاح شفنا طبعا الفواكه قبل ما نقطعها. معانا عنب معانا خوخ كيوي في فراولة حط فراولة بس للأمانة ما لقيتش فراولة. تحط مانجا الفواكه اللي انت حباها تحط عصير برتقال دي فواكه مشكلة. ومعانا في المقادير كوبايتين من الدي شوية فانيليا وبشرة برتقال في المقادير وزبدة وبشرة برتقال وزبدة. حلو الكلام دول مهمين جدا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي واحنا شغالين كده واحدة واحدة. اه ناخد الزبدة اول حاجة مع شوية حليب على النار ونسيح. آه. حلو شوية حليب بنحط على الحليب ده يا عم الشيف الفانيليا عشان يبقى الحليب طعمه فانيليا. شفت المدرسة؟ اه زي الفل. ونحط عليه بشرة برتقال حلوة ونحط الزبدة. الله ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ لا في كتاب ولا في كراسة. زبدة حليب بشرة برتقال فانيليا زي ما انا شغال كده. شفت اللون اتغير ازاي؟ بس في ريحه الفانيليا مع البرتقال حكايه. خلي بالك واحده واحده عشان نشوف هنعمل ايه. بنجيب كسروله اللهم صل على النبي. طبعا معانا الكسكسي على النار ورناش حاجه بيستوي بياخد وقته. نحط الدقيق ده هنا كده. حلو قوي. انا مش هعمل عجينه هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. اه طلع الريحه الحلوه. تاني زبدة بشرة برتقال شوية حليب فانيليا أربع حاجات عدهم على صوابعك. زبدة بشرة برتقال شوية حليب فانيليا واستنى على الزبدة ما تسيح واشم ريحة الفانيليا.
هنعجن بيه الموضوع ده. يا حبيبي يا حبيب والديك يا حبيب والديك. ايه رايك؟ انا عايزك تبص على الحلاوه دي، شوف الحله فيها ايه، شوف الجمال اللي في الحله، شوف الجمال اللي في الحله. هو ده. الله، ايه ده يا شيف؟ ايه ده؟ والله لو سلقه ديك رومي ما تشم الريحه دي، لو سلقه فخده ضاني والله ما تشم الريحه دي. تعرفين ايه السر؟ البصلايه اللي انا شويتها في البدايه قبل ما انزل بالسمنه البلدي عليها، كنز في الحله دي. الخضار ده حلو زي الفل. اقوم اعمل ايه بقى؟ من وقت للتاني اسرق شويه شوربه. السرقه هنا حلال. لانها بتعمل نتيجه. واحطهم على الكسكسي كده وانا شغال كده. تاني شفت انت بدل ده دي المدرسه تاني. في سرقه حلال. اصل ده هدف. لا هدف. بص على الكسكسي يوم يشربهم كده وانا شغال. حلو قوي. نكمل الحدوته بتاعتنا. ناخد اللي احنا عملناه ده كده وننزل بيه على الدقيق ده كده. بص على الحلاوه. بص هو ده. الله. بس خلاص. سامع الصوت ده؟ الصوت الجميل ده، الصوت اللي يجوع بألوانه من خير أرضنا. شدير الصوت ده. حلو. نقلب الدقيق مع الزبدة لغاية لما نفلفله كله مع بعضه كده. وعندي القالب بتاع الطرد. وانا شغال كده واحدة واحدة. اختراع ده اختراع. مش بعمل عجينة انا. طعم الفانيليا في الدقيق حكاية. طعم البرتقال في الدقيق حكاية. شوية الحليب مع الزبدة هما اللي بيدوني الايه؟ النتيجة اللي حضراتكم شايفينها دي كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي، عندي قالب من الطرد، اخد الخليط ده كده. شوفي بس الكل اهو وانا شغال كده. ده ما يتاكلش سخن، تاكل بارد. زي ما انا شغال كده. زي ما انا شغال كده. مركز مع الصوت انت اللي على يميني ده. تاني. درجة حرارة الفرن عندي 180. ادخل الصينية دي كده تتكرمل معايا. زي ما انا شغال كده وانا معاكم واحدة واحدة. تتكرمل ازاي يا عم الشيف؟ حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سكر. كرملة الزبدة مع السكر مع العجينة. وادخلها الفرن. شوية سكر هنا. يا فندم. هناخدها زي ما هي كده اهي. وندخلها الفرن. بص عليها مكانها فين في الفرن؟ في الأرضية بتاعت الفرن. بص عليها. يلا عينيا. شفتوا العجينه؟ نسيبها زي ما هي كده. دي مدرسه. نقفل الفرن بتاعنا. معايا بقيه العجينه حطيت عليها سكر دي جاهزه. ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ نظري كده علشان نفهم وانت بتعمل ايه. الخلطه اللي معايا دي كده بعد ما بيطلع القالب بتاع الطرط اللي في الفرن، باخد الفاكهه دي ارصها في قلب الطرد على الوش اللي هيطلع من الفرن، وانزل ببقيه الخليط ده كده على الوش وادخله الفرن تاني يتكرمل ونسيبه لما يبرد. تاكل شويه فواكه طرد مع عجينه ابتكار مغازي ولا كلتها قبل كده. شفت الصوره اللي على الشاشه دي؟ تجوع. نرجع لعم الكسكسي هنا مع الخضار، ناخد بعدها ونطلع فاصل صغير ولا نغرف الكسكسي؟ زي ما انت حابب، انا معاك. شبيك لبيك. يلا ابن حلال. طيب تعالوا ناخد الكسكسي بتاعنا كده نغرفه بسرعه. اللهم صل على النبي. القالب اهوت، والقالب غالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيلة الخضار الحلوة، بناخد الخضار الحلو ده كده بنرص كده في القالب بتاعنا اهو الاشكال الحلوه. اختاري من الخضار كل ده عشان بقيه الخضار هيتغرف ايه جانبي. تاخدي من البتنجان، تاخدي من القرع العسلي، تاخدي من الكوسه، تاخدي من البصل الجميل الحلو ده كده، لازم يظهر على الوش ده عنوان الاكله بتاعتي، عنوان الابتكار اهو. تاخدي من القرع العسلي اهو، تاخدي من اللومي يبان كده انك انت مخدمه على الشغل بتاعك. كمان شويه خضار، المرق هنحتاجه بعدين، قرع عسلي، ونرجع للكسكسي بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الله، قالب كسكسي حكايه اهو اهو اهو. طبعا شربان، شربان مرق خضار والسمنه البلدي اهو، ولازم ينزل سخن على الكسكسي اهو. شفت الحلاوه اهو. الله الله والله الطبق ده اول مره اشوفه يا شيف. ده احنا عارفين واخدين فكره عن الكسكسي، يتحط في حله ونشتغل عليه زي الفل. لسه ما خلصتش، معانا شويه مرق، نسرق شويه مرق الله عليك ونسويه. ممكن تطلعنا فاصل بقى ونسيبها كده شويه عشان هنقلب القالب ده كده ونشوف شكل الخضار واللوحه الفنيه، كسكسي بالخضار والقرع العسل من خير ارضنا، هنغرفه مع حضراتكم دلوقتي. وعنوان الحلقه بتاعتي لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشويه خضار مع مرق الكسكسي. طبعا بننزل بالكزبره الخضراء او الكرفس، ده الطبيعي، خضار يحب الكرفس يحب الكزبره الخضراء. التقليبه الحلوه دي كده، نغرف الخضار الجانبي للكسكسي. ممكن نغرفه في الطاجين بس خلينا نغرفه بشكل جديد النهارده، شكل البتنجان مع الكوسة لطيف وجميل. أهم حاجة الطعم اللي موجود، وزي ما قلت لحضراتكم السر في البصلاية المشوية. نعم عينيا، حاضر حاضر يا غالي، عايز يشوف ايه اللي تحت الايه القالب ده. بسم الله الرحمن الرحيم، افتح يا سمسم. اللهم صل على النبي. شفت الكسكسي؟ زي ما هو، والله ما هاجي جنبه، هو كده كل القصه. بس هعمل ايه كده، حاجه لطيفه اهيت، الكوسه دي مع البتنجانه دي مع الجزرايه دي، تحب انت الحاجات دي، قرن الفلفل ده كده، طبق كده ايه حلو. ده طاجن، شويه كسكسي بالخضار، عنوان الحلقة بتاعتي لغاية لما تخلص أقول لا فراخ ولا لحمة ولا سمك، لا هو بخل ولا هو توفير. أنا بعلمك إزاي ثقافة المطبخ، تخش المطبخ بتاعك تعمله سفرة فيها أفكار وفيها طعم جديد وشكل جديد. طيب تعالوا مع بعض نشوف الفواكه بتاعتنا أخبارها إيه. هو ده، نشتغل في الحلو طبيعي، بنغير الجلافزات بتاعتنا، نغير البلانشة، سكينتك ما يكونش فيها لا توم ولا بصل، تعلمنا كده من الشيف المغازي، عشان هنعمل ايس كريم مانجا دلوقتي، والمانجا طبيعه عامله زي البطيخ. لو البلانشة اللي بتقطع عليها المانجا والسكينه والطبق فيه ريحه بصل او توم، كانك بتاكلي بصل او توم. هنطلع القالب من الفرن، اتكرمل السكر بتاعنا،
ايه الاخبار؟ اهو ده الطرت بتاعنا، بناخد الفواكه الحلوه دي كده مع بقيه الخلطه اللي كانت قبل الفاصل، فاكراها؟ اهي محتفظ بيها، بشيل الفواكه كده بقلبها، بنزل بقى هنا كده. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى والديك. عنب، خوخ، برقوق، تفاح، موز، كيوي، فراوله اذا عندك، دورت عليها الصبح ما لقيتهاش. وناخد وقت احنا الصبح على فكره عشان نشوف الحاجات دي ونلاقيها. ياما يقول لك لسه ما وصلتش يا باشا، العربية لسه ما جاتش يا باشا. شايفين الحلاوة دي كده؟ هو ده. بشيل ده من هنا، واخد الخلطة الحلوة دي كده. الله، شفت بقى الكرملة دي كده؟ الديل مخلوط بالزبدة مخلوط بشوية حليب، في سكر، وادخله الفرن. تكرمل السكر مع الدي مع الزبده مع الفانيليا مع بشره البرتقال، حكايه زي ما هي كده يا عم الشيف في قلب الفرن. ده المطبخ. شيل القالب ده كده بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم. ده سخن، خلي بالك في درجه حراره الفرن عندي هنا 180 زي ما هي. بص عليها حبيبي. هطلعها بره. ايه رايك فيا؟ دي موسوعه ابداعيه، ده طارت جميل جدا. مدرسه المغازي بتقول الفواكه اللي موجوده عندك في الثلاجه يا امي يا خالتي يا ست الكل تقدري تستخدميها وتعيدي هيكلتها، يا اما تعمليها فروت سلط، يا اما تعمليها طارت بالفواكه المشكله زي ما انا عملت دلوقتي. هندخلها الفرن. ايه المطلوب من الفرن هنا؟ العجينة في أول مرة شمعناها وكرملناها بالسكر والليمون وشفناها أو بشرة البرتقال والزبدة والحليب، بعد كده خدنا شوية من نفس الخلطة حطيناها مع الفواكه، بندخلها الفرن ونسيبها في الفرن شوية 10 دقايق تقريبا. تعالوا نعمل آيس كريم المانجا مع بعض. مقاديره على الشاشة، مانجا، والمانجا عندنا مغرقة السوق، وعندنا جيلي مانجا أو جيلاتين مانجا، وعندنا حليب مركز، وعندنا كريم شانتيه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي، الايس كريم نعمله مع بعض ازاي واحنا شغالين كده. ده الكريم شانتيه بتاعنا، واحنا عارفين في الشتاء طبعا، قصدي في الصيف، مفيش شتاء خالص، في الصيف الايس كريم في الصيف ده اساسي، والبطيخ الساع اساسي، والسموزي اساسي. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل ايس كريم البطيخ، ايس كريم المانجا. حلو الكلام. عملنا البطيخ قبل كده، ولما تجيب المانجا تعملها ايس كريم تجيب المانجا اللي ما فيهاش شعر. انواع المانجا في السوق كتير، ساعات اللي بيبقى فيها شعر بتبقى مسكره وكل حاجه، بس لا تصلح في الايس كريم. اختار المانجا اللي هي بتكون ملحمه ما فيهاش اي شعر، دي مهمه جدا على فكره. حلو. المانجا خدناها قشرناها طبعا، معانا زبديايه، في اسماء كتير مختلفه يعني، في العويس طبعا سعرها غالي شويه معلش، ولكن اختاري المانجا اللي ما فيهاش شعر، اي نوع مانجا بقى قدامك. ومعانا جيلي مانجا، ومعانا حليب مركز وكريم شانتيه، ومعانا الكاسات اللي هنغرف فيها الايس كريم بتاعنا اللطيف الحلو. وتقدر تحط صوصات من الشوكولات، تحط صوص فراوله زي ما انت عايز. حلو قوي. هيتعمل ازاي يا عم الشيف؟ ادي المانجا بتاعتنا اللطيفه. طبعا بتستخدمي هنا الحاجات اللي ما استخدمتهاش في البصل والثوم. ادي الكريم شانتيه بتاعنا اهو، حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. بننزل بشويه جيلي مانجا، حليب مركز، المانجا بتاعتنا الحلوه. الله، شفت المانجا دي؟ حكايه. لما تتقطع المانجا هي اصلا هي كده كده هتدوب يعني، جو حر ما
مش عايز انزل بعصير مانجا عشان عايز الايس كريم يبقى فيه المانجا. نعم يعني هي الفكره كلها يعني بيخرج من المدرسه اللي احنا متعودين عليها. بيقولوا لي الكسكسي احنا عارفينه بيتقدم بشكل وبيفلوا في الكنترول، ومن حقهم طبعا لانهم برضو في البيت بيمارسوا الامومه من الستات وبيمارسوا هوايتهم في المطبخ وده مطلوب. ولكن انا عايز اوصل لست البيت، التجديد حلو جوه مطبخك والتغيير حلو جوه مطبخك، مطلوب جدا في انك انت ولادك ملوا من صينيه البطاطس باللحمه والفراخ، ملوا من الكسكسي بالشكل المتعودين عليه. الحاجات دي كلها لازم انك تغيرها في المطبخ عشان الاولاد ياكلوا من ايدك يا امي، ده مطلوب. خلي بالك هنقلب دلوقتي الكسكسي، قصدي الايس كريم بتاعنا ده على طول معايا صديقي ده، وده مطلوب منك تشتريه من مصروف البيت. خلي بالك يعني حددي المصروف كده الحاجات ووفري. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنخلط دول الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة خالص كده ايس كريم مانجا تعمليه كل يوم، المانجا مغرقة ومش كل يوم عصير مانجا للاولاد اهو. دول زي الفل. بننزل ببقية الكريم شانتيه الكمية بتاعتنا. شفتي نازلة ازاي؟ اهي مجمدة اهي. الفريزر بتاعنا شغال الحمد لله زي الفل. ليه تشتري بره؟ ده انت بتشتري العلبة قد كده بالشيل فلان للأمانة يعني. هنقول بقى اسعار؟ لا ما تكلمناش لا في اسعار ولا في اي حاجه. طبيعي ان الحاجه بتاخد ماتيريال وبتاخد شغل وبتاخد تبريد، ولكن لما تعملي الحاجه في البيت بتبقى موفره وزي الفل. زي الفل تمام. خلصت تاني مع بعض. الله. دوري في الكتب، دوري في الكراريس، مش هتلاقي طعم الايس كريم بالمانجا زي اللي انت عاملاه ده. مش هحط لون انا خالص، انا هكتفي بلون المانجا. حط لون، ولون المانجا عندنا طبيعي زي الفل. على فكره بالله العظيم بكلمكم من قلبي، انا لفيت العالم كله بحكم شغلي. لا طعم مانجا في العالم كله زي المانجا المصريه. تقولي بقى مانجا هندي مانجا، لا لا لا، هي اسمها كده مانجا هندي بس، بس المسمى. الارض الطيبه دي المانجا بتاعتها مش موجوده في الدنيا كلها، عشان كده اللي بيسافر يقول لك جيب لي مانجا معاك وانت جاي من مصر، جيب لي بصل اخضر وانت جاي معاك، كفايه عليا دول بس، بصل اخضر وانت جاي من مصر، ده مش موجود في العالم غير عندنا. دي ده ايس كريم مانجا. الله عليك. وقطع المانجا باينه حكايه. اللي انت بتشتريه في السوبر ماركت ده لون بس، خلي بالك. واخدين قشره المانجا وضربينها. شفت ازاي المانجا؟ العب. شفت المانجا نازل؟ هو ده. انا بعد ما اخلص اكل واحده. كمان واحد عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر ولا محر؟ حاضر. ده لسه عايز ادلعها لك دلوقتي. حاضر. ايس كريم مانجا حكايه. عايزه تحط صوصات، شفت شويه مكسرات، شويه بندق، دي بتاعتك انت بقى، انت وجيبك. الله زي الفل يا عم الشيف. احنا اتفقنا مع بعض كل انواع الفواكه هنعملها ايس كريم. بدانا بالبطيخ، كل يوم معانا صنف مختلف. معانا مانجا اهي زي الفل. خلصت والله، هطلع الطرت من النار وشكرا. بس انا عايز اعمل حاجه حلوه قوي. شفت المانجا دي؟ يا ويلي قلبي قلبي. ده بتاعك انت شفيق. عينيا والله. في دلع اكتر من كده؟ لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، حبيتين مانجا عملنا منهم حكايه. والمانجا طالعه من الفريزر
تبريد عالي، لطيفة وجميلة. أنا بحب المانجا اللي تبقى طالعة من التلاجة، حلوة قوي. حد هيعمل لك الايس كريم مانجا كده ولا في الكتاب؟ حاضر، عينيا. شيل لك كل حاجة دلوقتي. حاجة وقعت كده غصب عنك، اهي يا فندم. حاضر. زي الفل. تعالوا نطلع الطرت بتاعنا من الفرن، زي الفل. جاهز؟ جاهز يا عم الشيف. ده مكانه. تشكيلة من الفواكه موجودة عندك في درج التلاجة، أعتقد إنك بتقولي ملهاش عوزة. الموز لونه اتغير، التفاح يا أمي لونه اتغير، الخوخ شيف المغازي حولها لك لحاجة جديدة ولطيفة. ودايما لما بنقول الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مش من فراغ، قدام حضرتك هي زي الفل. نقفل النار. تمام. اللهم صل على النبي. ولكن قبل ما الحلقة تخلص، اخواننا المصورين والفريق العملي، شايف مغازي؟ مش شايفين فراخ؟ مش شايفين لحمة؟ ما ده الطبيعي، برنامج الطبخ أو برنامج الأكل. داخلين الاستوديو عايزين نشوفوا فخدة ضاني ماشي، ديك رومي ماشي، جوز فراخ ماشي. أنا حبيت أوصل بس معلومة، مطبخك تقدري تغيري فيه، تجددي فيه، تعملي أفكار حلوة لأطباق جديدة. إذا كان الكسكسي بتاعنا متعودين نعمله بالفراخ، نعمله باللحمة، نعمله باللحم العلوش اللي هو اللحم الضاني. لا، عملته النهارده بتشكيلة من خضار من خير أرضنا، يتصدرها طبعًا القرع العسلي بما إن إحنا نتميز من إنتاجه. عملنا الآيس كريم مانجا بما إن المانجا دلوقتي بدأت تغرق السوق. أنا بحببك في إن المانجا تعملها كل يوم بشكل مختلف. عملنا طرت ده عجبني قوي على فكره، كرمله الدقيق بالزبده مع طعم البرتقال مع طعم الفانيليا حكايه، واخده الموز في طريقها مع الخوخ مع الكيوي مع التفاح حكايه. ده جربيها، هيبقى لازم يتاكل بارد، ده لازم يخش التلاجه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كله مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.